هذا مثل السمكة ما تقدر تعيش غير بمايها، ومازن ما عنده ماي غير دجلة. سنين طوال، وحدة أثقل من الثانية، وإحنا ننتظر هذا الولد. أخليهم يأخذون روحة أذب وراء الشمس. مناشنا طلع هواي بالعراق راح يضرنا، اللي مثله ممنوع يبقى بالعراق. أبويا ما له علاقة بالموضوع، أنت تعرف كل زين أنا جاي هنا عن مود شنو. إيش ساقعت لو رأت الغرب تناعشو. رسالة تهديد بالقتل وياها رصاصة. تفضلي. جيت أخلي لكم هاي الجنطة. إيش بيها هاي الجنطة؟ شوف شوف شوف. خير؟ سوري آسف. أنا بدي أخذكم في بغداد نعيش. سخاف. ضروري تفهم ولا راح تلقى نفسك حالك حال اللي قبل. بغداد هي الأمان. Thank you.